مهنيا من المغرب. مهندس احمد كريم سلمان من العراق. كنت محتاجة فعلا مساعدة ومساعدتهم ان اقدم جزيل الشكر للقناة. شكرا من كل قلبي لقناة من احمد كل الالوان. امتناني لمصداقيتها. كرمال هيك انا بحب اشكر اصحاب القناة، بحب اقول لهم شكرا لكم ويعطيكم الف عافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأتمنى يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال إن شاء الله. بإذن الله النهاردة هنتكلم عن منحة دراسية ممتازة جدا، بس قبل ما أتكلم عن المنحة دي حابب أوضح لدي قناتنا قناة منح من كل الألوان، هتلاقوا عليها فرص ومنح عديدة جدا، بالإضافة كمان ده الويب سايت الرسمي الخاص بينا، هتلاقوا عليه جميع خدماتنا اللي احنا بنقدمها ومقالات جميع الفرص والمنح اللي بنعرضها على القناة. كمان ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتضغطوا على الجرس الصغير ده عشان كل الفرص والمنح توصلكم بسهولة. طيب خلينا نبدأ على بركة الله ونتكلم عن منحة النهاردة. بالنسبة لمنحة النهاردة هي منحة دراسية ممولة بالكامل، تمام، ومتاحة لجميع الدول للتقديم عليها. المنحة دي هي في أحد الدول الأوروبية القوية في دولة إيرلندا. خلينا نتعرف على تفاصيل أكتر، تمام. بالنسبة للمنحة دي، المنحة دي مقدمة من الحكومة الإيرلندية للطلاب الدوليين، وهي منحة دراسية ممولة بالكامل، تمام، وبتقبل كل سنة عدد كبير جدا، أعلى من 280 منحة دراسية وأعلى من 280 طالب بتقبلهم سنويا من كل الدول، تمام. وبرنامج الحكومة الإيرلندية برنامج تنافسي، تمام، وهو منحة معروفة جدا زي منحة الحكومة التركية ومنحة الحكومة الأمريكية وغيره من المنح. المنحة دي برضو منحة ممتازة جدا ومنحة معروفة ومميزاتها عديدة. طيب بالنسبة للدولة زي ما احنا قلنا إيرلندا، بالنسبة للجهة المانحة هي الحكومة الإيرلندية، تمام. طيب الدول المتاحة للتقديم بقى في المنحة دي، جميع الدول المتاحة للتقديم سواء انت من دولة عربية افريقية اسيوية متاح ليك التقديم في المنحة دي. بالنسبة للمرحلة الدراسية المقدم لها المنحة دي، المنحة دي موجهة لدرجة الماجستير والدكتوراه، يعني لو انت في اخر سنة بكالوريوس او انهيت البكالوريوس وعايز تقدم ماجستير متاح ليك التقديم، لو انت في اخر سنة ماجستير او انهيت الماجستير وعايز تقدم دكتوراه متاح ليك التقديم برضو، تمام. انما درجة البكالوريوس او الليسانس غير متاح الدراسة في هذه المنحة، تمام. طيب بالنسبة للتمويل، ركز بقى معايا عشان المنحة دي تمويلها ممتاز جدا. المنحة دي بتديك رسوم الدراسة كاملة بالمجان، انت مش بتدفع اي تكاليف خالص للدراسة، تمام. عندك كمان راتب كبير سنويا مقداره 18500 يورو، انت متخيل بتاخد راتب سنوي، تمام، 18500 يورو دي بتاخدهم سنويا، بيتم تجزئتها على اقساط معينة كل شهر او كل ما يعني مثلا 3 او 4 شهور بتاخد جزء معين عشان يغطي لك تكاليف المعيشة وغيره، تمام. كمان بالإضافة إن أنت عندك راتب كبير، عندك كمان السكن الجامعي مجانا، متاح فيها السكن الجامعي، تمام، يعني السكن بتاع الدول الأوروبية بيكون سكن ممتاز جدا جدا، فبالتالي أنت معاك راتب وكمان سكن جامعي. كمان بيتم توفير تمويل سنوي 3500 يورو للأبحاث، عشان الأبحاث مصاريف الكتب والأشياء العملية اللي أنت هتعملها في الدراسة بتاعتك، تمام، هيتم توفير ليك راتب كمان عشان مصاريف الكتب والأبحاث 3500 يورو سنويا. كمان عندك تأمين طبي في حالة لا قدر الله حدوث مرض أو حادث، هيكون كل تكاليف العلاج على حساب المنحة. كمان عندك توفير مصاريف اصطحاب عائلتك معك اذا لديك زوجة واطفال. طبعا المنح اللي بتكون للدراسات العليا زي الماجستير والدكتوراه بنسبة 90% منها بيسمحوا بذهاب الاسرة مع الطالب، تمام، بيقدروا يساعدوه في النقطة دي. وبرضو المنحة دي بتقدر توفر اذا انت طالب ماجستير او دكتوراه، بتقدر توفر لك اصطحاب العائلة معك لو عندك زوجة او اطفال، وده شيء ممتاز جدا. طيب ده هنا كمان جروباتنا على الواتساب، وهنا جروبنا على التليجرام، يا ريت تنضموا عليهم عشان توصلكم احدث المنح الدراسية فور نزولها. طيب ركز بقى معايا، بالنسبه للتخصصات المتاحه، المنحه دي يا جماعه زي ما احنا قلنا منحه حكوميه. يعني ايه منحه حكوميه؟ يعني هي مش مخصصه لجامعه واحده فقط، انت متاح تدرس في الجامعه اللي انت عايزها، تمام كده. يعني ايه الجامعات الايرلنديه اللي انت مهتم بيها والمؤسسات في ايرلندا اللي انت مهتم بيها وممكن تقدم عليها في التخصص اللي انت عايزه، تمام. فهم ما بيجبركش على جامعه معينه، وانما متاح جميع الجامعات الايرلنديه انك تقدم عليها. بالنسبه للتخصصات عندنا تخصصات العلوم، تمام، العلوم الاجتماعيه، الرياضيات، العلوم الانسانيه، التقنيه، الهندسه، الفنون، كل ده متاح. ودي يا جماعه كليات وليست تخصصات اللي هي فرعيه، لا دي يعني تخصصات رئيسيه او كليات جواها في تخصصات فرعيه كتير. عندك يعني كليه الهندسه هنا بشكل عام، ولكن جواها تخصصات كتير، هندسه ميكانيكيه، هندسه كيميائيه، مدنيه، برضو تخصصات العلوم عندك جواها تخصصات كتيره جدا فرعيه. فما تاخدوش ان دي التخصصات المتاحه انها قليله، لا دي التخصصات الرئيسيه، في منها تخصصات فرعيه داخليه بتقدر تختارها في احد الجامعات اللي انت مهتم بيها في ايرلندا، تمام. طيب كمان عندنا ملاحظه، المنحه دي يا جماعه ليس بها حد اقصى العمر،
مش مطلوب منك بقى سنك يكون صغير او سنك كبير، لا عادي بتقدر تقدم عليها، ما فيهاش حد اقصى للعمر. تمام، اهم حاجه تلبي شروط انك تكون في اخر سنه بكالوريوس او اخر سنه ماجستير او نهايه البكالوريوس او الماجستير. تمام كده. طيب بالنسبه للاوراق المطلوبه في المنحه دي للتقديم، صراحه الاوراق مش معقدة، اوراق بسيطة، شهادة تخرج وكشف الدرجات لو انت اتخرجت بالفعل بتحط شهادة تخرج وكشف الدرجات، لو انت في اخر سنة بتجيب شهادة السنة اللي قبلها. كمان السيرة الذاتية بتاعتك او السي في، تمام لازم ترفقه وتعمل سي في كويس على الطريقة الاوروبية بشكل احترافي. كمان مطلوب منك رسائل توصية ترفقها. تمام، كمان مطلوب خطة بحث، خطة بحث دي اغلب التخصصات في المنحة طلبها، فلازم تعمل بروبوزل كويس جدا. وطبعا لو معاك اي شهادات اخرى زي تطوع كورسات او غيره بتقدر تضيفه وبيدعم من طلبك اكتر. تمام، وزي ما احنا قلنا المنحه دي بتقدر تقدم عليها لو انت خريج او في اخر سنه من المؤهل الحالي. طيب كيفيه التقديم، بالنسبه للتقديم في المنحه دي عندنا التقديم بيشمل ملء ابلكيشن المنحه اونلاين. تمام، مطلوب منك تملا ابلكيشن المنحه اونلاين، مش مطلوب تبعت اوراق لجامعه او خلافه. تمام، طيب التقديم بدا من امتى؟ التقديم بدا من 2 سبتمبر، يعني التقديم بدا من حوالي 3 ايام. تمام، واخر معاد عشان تقدم للمنحه دي هو 21 اكتوبر 2021، والدراسه يا جماعه هتبدا 1 سبتمبر 2022. تمام كده. طيب ده بالنسبه لموعد بدء التقديم واخر معاد للتقديم وتاريخ بدء الدراسه. كمان هنا عندنا بعض الملاحظات، ما تنسوش ان قناتنا قناه منح من كل الالوان، بتوفر خدمات اضافيه زي اللي احنا بنوفر منح دراسيه مضمونه القبول 100% في الصين وهولندا. تمام، كمان بنوفر خدمة التقديم بشكل احترافي لأي فرصة ومنحة انت عايزها، وخدمة تجهيز الأوراق بشكل احترافي تستخدمها في التقديم بنفسك في أي منحة فرصة انت عايزها، وخدمة التقديم على الكورسات. ولو عايز أي خدمة من الخدمات دي بتلاقي رابط خدماتنا موجود في صندوق الوصف أسفل الفيديو، وكمان رابط خدماتنا موجود هنا، بتملى استمارة الخدمة اللي انت مهتم بيها واحنا بنتواصل معاك ونرتب ليك كل شيء. طيب خلينا دلوقتي نروح نشوف الإعلان الرسمي للمنحة وكيفية التقديم. تيجي تضغط هنا على الإعلان الرسمي هيفتح معاك كافة التفاصيل من الموقع الرسمي للمنحة نفسه. تمام، وازاي ممكن نقدر نقدم، هنا بديك كل التفاصيل. تمام، بشرح لك هنا التمويل اللي بتقدمه المنحه. تمام، بشرح لك هنا بالنسبه للمواعيد التقديم، التقديم فتح 2 سبتمبر هيخلص 14 اكتوبر، كل ده متوضح لك هنا. تمام، اقصد الديدلاين بتاع الابلكيشن عفوا 21 اكتوبر. تمام، كل ده موضح لك هنا تقدر تشوف. طيب بالنسبه دلوقتي لكيفيه التقديم، عشان تقدم هتروح تضغط على كلمه ابلاي هير. تمام، عشان تقدم في المنحه دي. طبعا يا جماعة أنا سابقا كنت شرحت المنحة دي، تمام كنت شرحتها السنة اللي فاتت ووضحت فيها كافة التفاصيل، فعشان بس ما يكونش فيه أي لبس أنا دلوقتي يعني هجيب لكم جزء سابق من الفيديو بتاع السنة اللي أنا شرحت فيها الفيديو ده، أو شرحت المنحة دي السنة السابقة، شرحت المنحة دي، فهجيب لكم جزء من الفيديو ده اللي هو كيفية التقديم عشان تمشوا في التقديم خطوة بخطوة وتعرفوا ازاي تملوا الابليكيشن بنجاح. تمام، طيب خلينا دلوقتي نروح نشوف كيفية التقديم للمنحة دي. انت كمستخدم جديد لأول مرة المفروض هتعمل ايه؟ انت ما عندكش ايميل ولا باسورد على موقع الجامعة، تمام، يعني على موقع المنحة ده، موقع منحة حكومة ايرلندا. طيب المفروض هتروح للجزئية دي اللي هي registration page، انك هتعمل عملية تسجيل الاول على موقع المنحة، لازم انك تعمل الاول اكاونت وتكتب فيه بياناتك. فهنا بيطلب منك بعض البيانات الاولية زي تختار التايتل، تمام، تختار تاريخ الميلاد، تكتب الاسم الاول ليك، اسم العائلة، تحط الايميل بتاعك وتحطه يعني صح عشان هتوصلك عليه رسالة فيها اليوزر نيم وفيها الباسورد، تكتب عنوانك الحالي، المدينة، الدولة، الجنسية، وبعد كده تعمل سبميت. تمام كده. طيب انت عملت الفورم دلوقتي ومليت الفورم ده وضغطت سبميت، ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل لما انت بتعمل الفورم بتوصلك رساله على الايميل بتاعك، الرساله دي بيكون فيها الباسورد. تمام، فانت هتحط الايميل بتاعك اللي انت كتبته في الفورم وتحط الباسورد اللي وصلك على الايميل. تمام، وبعدين تضغط على كلمه لوجين. تمام كده. طيب لما انا اضغط على كلمه لوجين ايه اللي هيفتح معايا؟ هيفتح معايا الابلكيشن بالشكل ده، ده الابلكيشن اللي هيفتح معايا. تمام، دي واجهة الابليكيشن، هتلاقي كذا سيكشن هنا. تمام، طيب انا عايز اوريكم ازاي او ايه التفاصيل المطلوبة داخل الابليكيشن. انا كنت عملت واحد سابقا بس هفتحه لكم اوريكم ايه الاجزاء المطلوبة فيه. هروح لدرافت ابليكيشنز اللي هي يعني ابليكيشن انا كنت عملته سابقا، وهنا بيقول لي على البوست جراديت اللي هي منحة حكومة ايرلندا، جوفرنمنت اوف ايرلند. تمام، دي المنحة، وهضغط على ايديت. تمام، ده بس عشان انا اوريكم ايه الاجزاء اللي موجودة جوه الابليكيشن. فده الابلكيشن كاملا هيفتح معاك بالشكل ده، وهنا انت بتلاقي في الابلكيشن كذا سيكشن انت محتاج تجاوب عليه.
فاول حاجه هنا overview اللي هو يعني زي نبذه عامه كده عن الابلكيشن. تمام، انت محتاج هنا تكمل في بيانات ناقصه محتاج انك تكملها. تمام كده، زي تختار مثلا ان هنا تختار ان في الابلكيشن، ان الابلكيشن ده بتاع الحكومه نفسها، فانت بتختار انك عايز تقدم للمنحه، فبتيجي بتختار هنا government of ireland post graduate scholarship، تختار دي اول حاجه خالص عشان تحدد انك بتقدم على منحه حكومه ايرلند. تمام كده، وبعد كده بتحط بقى بتختار المؤسسه هنا في الجزئيه دي المؤسسه زي ما احنا شرحنا سابقا في المنحة قلنا فيها جامعات كتيرة مشاركة، فانت بتختار الجامعة المناسبة من الجزئية دي وبتضيفها. تمام كده، طيب بتحط بقى طبعا لو مثلا انت اخدت خطاب قبول من الجامعة دي، لو مش معاك خلاص بتسيب الجزئية دي فاضية. تمام كده، طيب هنا دي طبعا بيقول لك حدد الجنسية بتاعتك وما الى ذلك، هل انت من داخل الاتحاد الاوروبي ام من خارج الاتحاد الاوروبي، كل دي اسئلة انت بتجاوب عليها. بعد كده بتخش على الجزء اللي بعده. تمام، وفي الجزئيه دي هنا بيكلمك على ريفير ديتيلز اللي هي التوصيه. تمام، هم زي ما قلنا طالبين توصيتين على الاقل، فالتوصيه هنا لازم تحط بيانات الاشخاص اللي عملوا لك التوصيه وتكتبه. طيب بعد كده بتخش على الخطوه اللي بعدها اللي هي تراك ريكورد، اللي هي بالنسبه بقى انت بتحط خلفيتك التعليميه السابقه. يعني انا دلوقتي مثلا مخلص بكالوريوس مقدم على درجه الماجستير، فحط انا المؤسسه اللي انا اتخرجت منها كانت مؤسسة ايه. تمام، لو يعني هنا بيقول لك دي مؤسسات داخل ايرلندا، فانت ممكن تختار اذر. تمام، وبتكتب بقى اسم المؤسسة والدولة اللي انت اتخرجت منها لو انت اتخرجت خارج المانيا، خارج ايرلندا عفوا. تمام، فبتحط المؤسسة اللي انت اتخرجت منها، بتكتب تاريخ التخرج وما الى ذلك. تمام، بتكتب الدرجة النهائية اللي انت حصلت عليها، لو معاك 2 بكالوريوس بتكتب البكالوريوس ده، لو انت مثلا مقدم على الدكتوراه يبقى لازم انت تحط بيانات البكالوريوس وبيانات الماجستير، كل البيانات دي لازم تحطها. بعد كده بتخش على الجزئية اللي بعدها البيرسونال ستيتمنت، وهي خطاب النية او الخطاب الشخصي. هنا بقى مطلوب منك فيه بعض الاشياء لازم تتكلم عنها في الخطاب ده، ليه عايز تنضم للمؤسسة دي، ايه هي مهاراتك، ايه هي طموحاتك المستقبلية، فانت تجاوب على كل الاسئلة في المقال ده. تمام كده، فتبدأ انك تجاوب عليه وتهتم بهذا المقال لانه برضو من عوامل القبول في المنح. بعد كده بتخش على الخطوة اللي بعدها بعد البيرسونال ستيتمنت، عندنا في حاجه اسمها تريننج اند كارير ديفلوبمنت، اللي هي بيكلمك بقى هنا عن الخبره بتاعتك في العمل، ومثلا لو انت معاك يعني كورسات كل الكلام ده. تمام، برضو هنا لازم تبين نيتك من اهميه الانضمام الى المنحه وانها ازاي ممكن تطور من مهاراتك. بعد كده بتخش على بروبوزد سيرش، تمام، اللي هو بقى بالنسبة للأبحاث بتاعتك، يعني انت مثلا مهتم انك تطور من نفسك، من انك مثلا التجارب انك هتعملها هناك، كل الاشياء دي لازم تجاوب عليها. تمام، هنا دي الحاجات المجالات اللي انت مهتم تدرسها، هنا البروبوزد ريسيرش المجال اللي انت حابب تدرسه، بتختار طبعا السكشن وبعد كده بيظهر لك السب تايتل. تمام، مثلا لو اخترت كيمستري بعد كده يظهر لي السب تايتل، بختار ايه هو الديبارتمنت اللي انا عايزه بالتحديد. تمام، هنا الابستراكت زي بتعمل بروبوزل كده بتحط عليه الابستراكت. تمام، وهنا الديتيل بروبوزل اللي هو الخطاب الريسيرش نفسه، المحتوى بتاع الريسيرش نفسه، يعني انت بتعمل خطه بس بتحط الاهداف بتاعه الريسيرش اللي انت عملتها. تمام كده، طبعا دي اسئله عن البحث، جاوب انت على كل سؤال من الاسئله دي على اساس البحث اللي انت عامله. يعني مثلا انت مقدم على الطب مثلا، انت عايز تدرس طب، تمام، فبالتالي انت بتكون عامل خطه بحث وبتجاوب على الاسئله دي اللي هي اصلا بناء على خطه البحث اللي انت عاملها. تمام كده، وهنا الابلكيشن ديكلاريشن اللي هي الموافقه بقى انك خلاص بتوافق على كل التفاصيل والمعلومات اللي انت حطيتها، وبعد كده بتضغط على كلمه سبميت ابلكيشن. تمام، طبعا مرحلة الدوكيومنت اضافة الوثائق الخاصة بالشهادات التخرج بتاعتك ما الى ذلك، كل الاشياء دي بعد لما انت بتعمل سبميت ابلكيشن بيكون في خانة تانية فبتقدر تضيف عليها كل الاشياء الخاصة. تمام كده، ودلوقتي بقى كده شفنا كيفية التقديم وتعرفنا على كافة تفاصيل المنحة، منحة ممتازة جدا، اخر ميعاد للتقديم ليها 21 اكتوبر. كمان ما تنسوش خدماتنا الاضافية لو حابين تقدموا من خلالنا، وان شاء الله بإذن الله يكون بالتوفيق والقبول ليكم في المنحة دي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.